الناس بالسوشيال ميديا ايش رايك بهذا وليش تسكت وليش؟ انا ما لي شغل، انا اي حد بالكويت شايلها من ايدي، انا ما مو مسؤول عن احد كلش نهائيا، لكن في ناس تدخلني غصب. ايش رايك بهذا الموضوع؟ شوف الصاير، ليش ساكت ومن عارف ايش وهذا وتكلم؟ انا ما لي علاقه نهائيا، لكن بناء على الناس اللي تطلب وتقول وتكلم وسولف وكذي وقاي منشنوني وقاي يقولوا لي، ابى اتكلم بالموضوع بوجهة نظري. انت اللي عليك نفس ما قلت تحترم وجهة نظري، عاجبك وجهة نظري عاجبك، مو يعني عاجبك اهلا وسهلا. ما انا اي احد بالكويت ما لي شغل فيه نهائيا، ما انا علي بنفسي هني بامريكا وبس، ما علي من احد. يعني انا مسؤولتي، يعني مو مسؤولتي، مسؤولتي جبتك وجهة نظري دي. هم حياك الله اوكي حقك. اول شيء الموضوع بخصوص فرح وعقيل، الموضوع صار كل شيء بسرعة، يعني زواج بيبي وصارت هذا انه طاح البيبي وكذي، يعني بسرعة هذا، يعني عيني عليهم باردة، يعني اللهم بارك، انا ما احسدهم، لكن هم شيء قرار بيدهم هم اللي بتخذونه، يعني كيفهم، فالشيء راجع لهم، تزوجون بسرعة وهم بتشر وبسرعة يبوا بيبي، هذا شيء حياتهم هم خاصين فيه كيفهم. لكن وجهة نظري بالنسبة حق اللي صار شيء بسرعة يعني تو الناس على البيبي، بوجهة نظري أنا، يعني هما شايفين شيء ثاني، لا والله إحنا خلاص، يعني وجهة نظري كل شيء صار بسرعة. المهم فأنا ما دريت، يعني أنا لما سمعت يعني ما شاء الله، يعني متى تزوجوا، متى يابوا بيبي، متى طاح علشان يبون بيبي. فعلى العموم أنا كلمتين أقول حق أي أحد مسلم، أنا أدعي لهم كلهم كل ما أدعي لهم، سواء أعرفهم ولا ما أعرفهم، والله العظيم والله شهد علي، أنا مفروض ما أتكلم بهذا الشيء، بس إن أنا زين مني أتكلم علشان الناس يمكن تقتدي فيني أو تتعلم مني من الأشياء الزينة اللي أنا أسويها. أنا أدعي حق كل أخواننا المرضى وخواتنا المرضى المسلمين بهالكرة الأرضية كلها، أدعي لهم كل صلاة إن عسى الله يشافي كل مرضانا ومرضى المسلمين، وشافيهم شفاء عاجلا غير آجل، شفاء سريع، يا مشافي يا معافي، فعسى الله يقومها بالسلامة، وعسى الله يعني يعطيها الصحة والعافية. يعني اللي صار هذا مو بيدي ولا بيدها ولا بيد السوشيال ميديا ولا بيد الناس اللي قاعد تدعي، إذا كان في ناس تدعي عليهم، مو بيد أحد، هذا شيء قضاء وقدر، هذا شيء مكتوب من رب العالمين، ما حد يقدر يعترض على يعني رب العالمين. أنا كثر ما يمشلوني للأمانة، أنا شفت سناباتهم كلهم، شفت ان يعني عقيل يعني عصب وتضايق شوي، للأمانة انا ما بين اي عداوه، يعني ما بيني بينها الا كل خير، ما بيني بينها شيء نهائيا، حتى فرح ما بيني بينها شيء، فبس ان يعني شفت تضايق، يعني اذا الموضوع صجي وكذي اكيد بيتضايق، يعني مرته وطايح الجنين اللي مفروض يكون هو ابوه وانه ولده، بس ان الله ما كتب هذا الشيء، وانه زعل، والله العظيم اذا صار بمرتي شيء وصار بالجنين شيء انا ما راح اسكت، يعني هو صح ما راح تسكت، بس احنا ما عرفنا، وان انا ما عرفت، تتكلم عن نفسي، انا ما عرفت، انت ما راح تسكت حق منه، يعني هذا شيء مكتوب، هذا شيء يعني من رب العالمين، قضاء قدر، يعني انت ما راح تسكت حق رب العالمين او قدرة رب العالمين. انا يمكن انا قاعد افسرها بطريقة غلط، يمكن انا ماني عارف شنو يقصد بالضبط، بس بعدين يعني الله مبارك كبر بعيني عقيل، قاعد يقول انه تعدى الريا هدى، قام يعدل كلامه، او انه كان معصب وكان توه يمكن طالع من المستشفى او طالع من المكان، فبلحظة غضب الواحد يقول كلام، يمكن كل الناس اي واحد لحظة غضب يقول كلام ما يثمنه، يقول كلام يعني عسري، لان انا هذا حسيتها غلطة صراحة، ان انا والله ما راح اسكت، واذا صار بمرتي والجنين شيء انت ما راح تسكت حق منه، ما راح، لان هذا شيء قضاء وقدر، انا قاعد كلامي قضاء وقدر، هذا شيء من رب العالمين وشيء مكتوب، لا دعاوي الناس ولا هم يحزنون، يعني لو من دعاوي الناس عشان اول واحد مات بشار، هذا بشار الاسد اللي الناس تقول ذبح سوري واليهالة، العالم كل هالكون كله يدعي عليه، كل ما اشوف صورته قصر قبت، صح ولا لا؟ كان ميت الحين متعذب متقطع، لكن مو كل شيء هذا الناس يدعي عليه اكيد بيصير في شيء، كان مثلا انا صار فيني شيء كثر ما الناس يدعي عليه قبل، ايش كثر على شنو تدعي ما ادري، ما فلا حد يفكر والله واحد او الناس تدعي عليه بيصير فيه شيء، كان والله ثلاثة ارباع العالم ميته ولا صار فيها شيء من دعاوى الناس، الله يكتب القدر، فخلاص هذا الشيء قضاء قدر. وبعدين كبر بعيني، يعني يقول
إن شنو قال عقيل؟ قال بالعكس هذا الشيء لما الجنين طاح من مرتي يعني قربني من رب العالمين أكثر. يعني للأمانة يعني والله يعني كلامه عقب ما ريح شوي قام يقول كلامه يعني كبر بعيني الصراحة. أنا يقول هالشيء لما طاح الجنين مرتي أول شيء الصحة والعافية الحمد لله على سلامة مرتي. لما قال أنفح صح والحمد لله على سلامة مرته زين أنا ما فيها شيء. والجنين اللي طاح قال بنفسه هو هذا شيء قضاء وقدر، وقال شنو هذا شيء يقربني من رب العالمين أكثر صح ولا لا؟ وهذا شيء مكتوب يمكن هذا شيء خيره وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم صح ولا لا؟ فرسالتي موجهة حق فرح وعقيل، حق جمهور فرح وعقيل فانزاتهم متابعينهم اللي صار حق فرح وعقيل، هذا كله قضاء وقدر. لا حد يقول من متابعين، لا حد يقول من متابعين فلانة، لا حد يقول ناس دازين شنو يعني وين قاعدين وين قاعدين يعني شيء حتى ما يدش العقل. والله أنا متابعيني يلا يا متابعيني روحوا ودعوا على هذيك خلي سحره سحر. الله عرفناه بالعقل، الله عرفناه بالمنطق صح ولا أنا غلطان؟ إذا أنا غلطان أحد يقول لي بدر ترى أنت غلطان، أحد يعدل لي مو مشكلة أنا أتعدل، إذا في شيء غلط أنا عادي مو مشكلة. لكن واحد يقول لي هذا والله دازين متابعين، واللي يقول لي والله لا من متابعين فلانة، لا والله من متابعين فلان، لا والله من اللي يسوونه، لا يا حبيبي هذا شيء مكتوب من رب العالمين قضاء وقدر خلصنا بس انتهينا بس. وثاني شيء يعني بتكلم بوجه يعني نظرية ثانية، هي غلط هي اللي قاعد يصير غلط وهم يدرون غلط. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي هو أشرف الخلق شنو قال؟ واقضوا حوائجكم بالكتمان صح ولا لا؟ سواء يالك خير يالك بيبي يالك شيء يالك وظيفة يالك فلوس اسكت. أنا ساعات ترى أسويها غلطة وايد أسويها، ساعات أنا أتفاخر بأشياء هو غلط خلاص يا أخي اقضوا حوائجكم بالكتمان خلاص اسكت. بيني وبين نفسي أستانس فيها، بيني وبين عائلتي، بيني صدق الناس شيء يونس لما أستانس فيه مع المتابعين أتشيحط فيه أتفاخر فيه شيء حلو يا أخي وناس. مثلا أنا عندي مثلا بوغاتي وقاعد اسوقه ما اوري احد، لا ودي اوري العالم شوفوا يا جماعه انا قاعد اسوق بوغاتي ومستانس اتشيحط اتفاخر اتباهى استانس فيها بيني وبين المتابعين ما في شيء. بالعكس مشكل مو مشكله عفوا انه وناس استانس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقضوا حوائجكم بالكتمان خلاص بينك بين اهلك مستانس فيهم. تحمل اللي يلك من الناس، تحمل يتيلك من العين، تحمل من يلك. مثلا هذا الشيء اول شيء انا قال خلصنا منه اللي صار والجنين والكلام من فرح وشذي عسى الله يعني يشافيهم يعني يردهم إن شاء الله على قبل وأحسن. هذا شيء قضاء وقدر ومكتوب، فما نستبعد إنه يمكن هذا مثلا شيء عين يعني العين حق. والرسول هم ذكر آخر في آخر زمان اللي هو الزمان اللي إحنا فيه تنترس القبور وأمواتها من العين. هذا الكلام أنا ما يبته من عندي، هذا يبته من كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام صح ولا أنا غلطان؟ إذا أنا غلطان عدلوا الكلام. فلنا من نصلى يعني هذا يمكن قضاء وقدر ومكتوب صح بس يمكن من العين، يمكن مثلا حركة زايدة إيفنتات دعايات شيء، يمكن نفس ما قال عقيل أن فيها أنيميا هو اللي هو التكسر بالدم أن ما تأكل عدل ما فيها ماء لازم تكثر ترموز أكل صحي وشذي. وهذا يعني خبر فيها فرح قبل الزواج قبل كل شيء يعني خرابيط كلها بيبسي جنك فود يعني عمرها ما كانت أكل صحي يعني أنا معرفتي فيها يعني كان أكلها حيل خرابيط مو يعني كلها بيبسي حلويات يعني هذا شيء يأثر حيل. فجأة البيبي يحتاج فيتامينات يحتاج أكل صحي يعني هالكلام، فما تدري أنت كذا شيء يمكن من كذي يمكن كذي يمكن من كذي. صار اللي صار أنت ما عليك إلا تقول الله يعينهم الله يشافيها الله يديهم، ما له داعي يصير سب ما سب هي تروح الناس يقولون هي تروح تبوق هي ما شن هي ما شن. كل واحد ويعرف مقامه وحجمه صح ولا أنا غلطان؟ ولا احنا عند كل يعني مقامه وحجمه عند مثلا المتابعين ناس شهرته هذا اللي اقصده، ولا احنا سواسية عند رب العالمين واحنا لازلنا سواسية؟ يعني انت عادي تشوف الحين امير بيوم القيامة عامل النظافة فوق الأمير شلون؟ لأن أخلاقه أعلى من أخلاق الأمير. نفترض باتر تشوف أمير واقف يم عامل نظافة، عند الله تعالى سواسية كلنا وأحسنكم لا أعلاكم
أعلاكم مرتبة عند الله أحسنكم خلقة. يعني عامل نظافة حد مرتب نظيف سلام وأخلاقه حلوة مرتبة وكذي، أخلاقه مرتبة وحلوة وكذي، سلام بابا هلا سلام بابا من هالكلام وكذي. واحد مثلا والله شيخ ولا حد واصل ولا ولد أمير ولا من وين، أخلاقه زفت وما يتعامل وزفر، يوم القيامة راح تلقون عامل النظافة هو بنغالي ولا هندي ولا باكستاني أيا كان أعلى مرتبة بوايد من الأمير ولا من الشيخ. ليش؟ لأن مثل ما قلت لكم أنا، علاكم مرتبة عند الله أحسنكم خلقا. عرفتوا حبايبي؟ هذا باختصار شديد اللي أنا قاعد أقول لكم إياه يعني. بخصوص الدكتورة خلود وأمين، إنسان وإنسانة جميلين خلوقين محترمين محبوبين بين الناس. خلنا نتكلم بالواقع، الناس والعالم كلهم حتى متابعين فرح عقيل فانزاتهم اللي هو يدرون أن أمين وخلود أكثر شهرة من فرح خلود وأمين. خلود وأمين معروف أنهم مشهورين أكثر، يعني نسبة الفلوس أو الدعايات يعطوهم أكثر لأنهم أكثر شهرة. شال الموتر يا المديرة، اللهم بارك لها يبارك فيك واحدة. فمثل ما قلت لكم، فكل واحد يحب شهرته، ما له داعي ان انا هذه احسن مني ولا اقول لك. معروف ان حتى اللي انتم قاعد تشوفونه انجازات اللي مشاركين فيها خلود امين اقوى من فرح عقيل. خليكم صريحين يعني واقعين، ما قص عليكم. شوفوا الحركات، شوفوني انا اصور لكم سناب شات. فانكم واقعين يعني، الله مبارك مشاركين في ما ادري مسوين لجنة حج صح ولا لا، مسوينها ببلاش شيء شيء، انا سامع بهذا الشيء مالت حج، فقرة الحج مسوينها ببلاش او شيء كذي، بير ماي وعن شو اسمه يعني مسوين اشياء خيرية ومسوين هذا المشاركين فيه ما ادري هم مسوينه ما ادري صراحة بالضبط، اكبر علم بالكويت ما ادري بالشاطئ، اعلاناتهم اللهم بارك قوية، سفرات برا مثلا، ايفنتات جمهورهم قوي حيل. فمعروفة للعلم انا صاف مع الحق، انا اقول الحق، انا ما خايف لا من هذيلة ولا من هذيلة، واثنيناتهم احترمهم وقدرهم لان ما بيني بينهم الا كل خير. للعلم فرح اخدم فرحة أخدم شهرة من عقيل ومن أمين ومن خلود، هذا على حز يعني على حد علمي أن فرح أخدم واحدة، فرح تمثل وهي كانت تمثل يعني قبل الله يعني حيل حيل لما كانت صغيرة يعني، فالناس كلها تعرف أن هذه ممثلة قديمة وكلها يعرفونها وكذي، فشهرتها زادت أكثر وأكثر لما زاد تمثيلها، وشهرتها زادت أكثر أكثر لما تزوجت. طبيعي أي واحد يتزوج صرت بروحي، هو يعني إيه عين إيه قضاء وقدر، هو مكتوب قضاء وقدر أنا عارف، بس هو خيرة دي لها أنا ماني عارف، بس هذه النهاية شو جنايتي صارت فيها، بس الحمد لله يمكن هذه أريح الحين، يمكن أحسن، يمكن الله كاتب لي شيء أحسن من شذي. صح وأنا غلط؟ يعني كلام لك أو أوجه لك إياه حبيبي عقيل، فأنت ما تدري، أنا يمكن حاس فيك أنت مثلاً، أنت مفروض تكون أبو، مفروض يكون عندك بيبي، الجنين مات، شيء أدري إنه يعور القلب، وأدري إنه شيء مثلاً يكسر وشيء يعني يحز بالخاطر حيل، أنا حاس فيك وأنا عارف، بس ما تدري أنت رب العالمين باشر شنو كاتب لك، مو أنا يا أنصحك وتفلسف عليك وأضرط ولا 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 هذا الشيء بيتكلم ولا يعطيك كلمته، أنا بس وجهة نظري وبلك بالقياء يعني، حسبني أخوك الكبير الصغير أيا كان. يمكن هذا الولد الجنين إذا كبر يطلع لا سمح الله عسى الله يشافي كل المرضى والمعاقين، يمكن يطلع مريض معاق ناقصه شيء في شيء، اللهم لا اعترض على الكل وشافي الكل، يمكن أنت ما تدري صح ولا أنا غلطان، فيمكن رب العالمين راح يعوضك بأحسن، يمكن ربي يعوضك بتوم بنات توم صبيان باللي أنت تحبه، أنت ما تدري صح ولا أنا غلطان. حق الدكتورة الخلوقة دكتورة خلود وزوجها الخلوق الراقي المرتب الجميل المزيون أمين، حبايبي
انتوا تعرفون شنو انتوا مستواكم عند الناس شهرة، يعني شهرة يعني مشهورين حيل، والله مبارك محبوبين حيل، والكل يحبكم، يعني انتوا يصير طق شيء مو طبيعي، حتى يعني فارو عقيل يصير طق وكذي، بس انه خلق واقعين انتوا تدرون بعد، حتى جمهور طرف عقيل يدري بهذا الشيء، ما تصير كمية ضخمة وقوة وضخامة الجمهور. انا امس قاعد اشوف سنابات، انا قاعد اشوف، انا قاعد احكم بعيني، محبوبين شلون ناس يا اخي. الدكتورة خلود عرفت شلون تمسك قلب الانسان الصراحة، يعني خلوقة جميلة، بنتها خلود ما ادري لولو ما ادري شو اسمها الحين، ما ادري شو اسمها، عسى الله يحفظها، يعني من اجمل بنات العالم اللي انا شفتهم الصراحة، اللهم بارك ويحفظها يا رب من كل عين وشر، والحفظ والله يحميكم كلكم. بالعكس يعني وايد، حتى أهما يعني أمين وايد يعني قاعد يكبر بعيني، يعني يسوي الأشياء اللي مرته تحبه، ما يرد على الناس، يستانس، يحط هذا كوشة الهند هندية، يعني يسوي كذي مثلا مو رقصات يعني خفيفة كذي، رقص قدام هذا يسوي لهم دعاية ما أدري وين يسمونهم ما مكان العطور العود ما أدري، يا أخي جريء يونس، ما يرد على الناس ولا يستحي، مو يستحي قلة أدب لا، يعني يخجل، أهم شيء إنه يونس نفسه، يونس مرته، ولا إنه يخجل. وجهة نظر فيه شخصيته قوية، لكن أما سالفة إنه بوق إعلانات ما بوق إعلانات، لله ما أنا ما بتكلم في هذا الموضوع لأن أنا ما أعرف فيه، ما أدري هل هو صج، هل هو كلام غير صحيح، أنا الله أعلم، لكن أنا بتكلم فيه يعني كواقع، وإن شاء الله إنه ما احد يزعل، يعني ان شاء الله ارضي الطرفين، يعني انا ما همني لا جمهورهم ولا جمهورهم، انا ما همني كنا، انا همني انا قاعد اتكلم عن الناس بس، يعني دكتوره خلود وامين وفرح عقيل، الاعلان اللي يبيك يبيك، لان انت تدري شنو اسمك، لان انت شنو يعني الله مبارك، شوفي شنو قوتك بين الشعب والناس والجماهير، محبوبه حيل، يعني خلكم واقعين، يعني انت الحين ما اعرف انا بوايد، بس وجهة نظري ان مستواك نفس مستوى يعني نهى نبيل، يعني شيء توب توب بالكويت، يعني على التوب بالكويت، يعني اعرفه عن بالكويت او ما ادري يمكن بالخليج، التوب من نتكلم احنا قاعد نتكلم عن مثلا القدامى والقويين حيل، نهى عندك، نهى نبيل عندك، وجهها الضحيه طبعا مع عيالها زوجها صلى الله يعطيهم طول عمر الصحه والعافيه، عندك يعني دكتور خلود، يعني من اسامي اللي إذا راحت مكان يصير ضجة عليها، يصير يعني صراخ وتمتشع وطراقات مو كذي قشمرة يعني، بس إنه يصير ضجة عليها. عندك بعد منو يعني بنات الكبار يعني كذي، يعني شلون كذي يعني من هذا، أنا والله ما أعرف وايد يعني، بس ما أتكلم عن ياهالو الصغار، أنا أتكلم عن أسامي إذا صدق تروح بنت تسوي هيبة، يعني صح ولا أنا غلطان؟ فالإعلان إذا فيك فيك، ما أدري إذا أنت بالضبط قاعد أتكلم عن، ما أدري إنهم يبقون إعلاناتك، خليهم يبقون، الخير والرزق حق الكل، الخير والرزق حق الكل، مو حق شخص معين، عدل كلامي، إذا أنا غلطان قوله ترى بدر أنت غلطان، أنت 1 2 3 هذا رايح طاقته، لا بس حق الإعلان مو حق فلان، الشركة إذا تبيش تبيش خلصنا، بوق رزقتك هذا شيء ثاني، انا ما اعرف هذا الشيء، لكن اذا كانت ايش انت قلت مثلا، انا قاعد اتكلم عن دكتورة خلود وامين، لكن اذا الشخص الثاني الطرف الثاني قاعد تكلمون فيه انتو بيبوق رزقتكم، هذا شيء ثاني انا ما راح اتكلم فيه الصراحه، لانه شيء يعني عيب، خلاص يعني خلاص هذا حقي، خلاص خله حقه، تروح انت قاعد تلاحقه من ورا، انا وجهة نظري في ناس يقول لا والله مو عيب هذه الرزقه حق الكل، انا قاعد اتكلم مثلا خذتها الشركه هذه بس حقي، لا والله حقي وحقها، ما تاخذينها حقها حقي انا بعد، ما اذا فيها مشاركه الله اعلم، ما ادري اذا مشاركه حق الثنتين، لكن اذا والله تعال بس حقي، يعني انا اروح اسوي اعلان حق المسبح هذا، اي مثلا واحد مشهور، لا والله هذا الاعلان حقه، يعني يروح من عندي يروح حقه، طيب هذا حقي انا خذيته اول رزقتي انا قصدي، انا ما فهمت شنو قصدي، يعني هذا المسبح حين انا سويت الاعلان حلو، رزقتي 1000 حلو، يعني كل شهر مثلا يعطوني 1000 عشان الاعلان هذا مثلا كل شهر، يا واحد ثاني لا حبيبي انا احسن منه وانا يسحبون الاعلان مني،
يعطونه حقه، يعني خذوا رزقتي اعطوه حق واحد ثاني، هذا لا، رزقتي انا اخذيتها قبل، انا اولى فيها، انا الاحسن فيها، وانا بلشت فيها الرزقه، ليش تعطونها حق واحد غيري؟ هني حرام وعيب، حرام حرام حرام. دينيا دينيا مو متاكد 100%، عشان ما اخليها بذمتي تقدرون تسالون شيخ دين احسن، بس اذا حرام لكن عيب واضحه، يعني ما يصير تروح تبوق رزقه غيرك، هذه معروفه، يعني شلون تروح تبوق حلال غيرك ولا رزقه غيرك؟ صح ولا انا غلطان؟ لكن اذا فيها مشاركه علم عند الله صراحه ما ابي ابدا. وبس هذا اللي كلمتين بسولف فيهم، والناس سولف سولف سولف، حبيت اشارككم على السريع، واتمنى اني رضيت الطرفين. لا ان شاء الله خلود دكتور خلود وامين زعلوا الخفانس الخنافس مالوتج، يعني بكل مكان متوفرين، بكل مكان في خنافس يعني، فخلهم يخنفسون كل مكان، خنافسهم تخفن تخفسنهم ما راح ياثر فيك ولا بياثر بامين ولا بياثر بالكتكوته الصغيره باسكن لوبنز، ما راح بياثر شيء، عسى الله يحفظكم ويجمعكم الخير والمحبة، ما راح يأثر شيء. إيمانك وإيمان رجلك وهلك إيمانكم بالله قوي، وأنتم محبوبين عند الناس كلهم، وكل ما أروح مكان ما في أحد عمري سمعت طب فيكم، الكل يمدحكم، فما تردين على أحد، خلاص طاف، أنت تمشين توب يا أختي العزيزة الدكتورة الخلوقة خلود، ومع أخوي العزيز المرتب الراقي أمين. انت قاعد تمشي دكتور، انت يا امين وزوجتك الله يحفظها ويخليكم حق بعض خلود، انتوا قاعد تمشون بالتوب حبيبي، التوب التوب، ما ترد على خنافس ولا ترد على ناس ما ادري من جايين يسوون مشاكل، في ناس تسوي فتنه، ايش كثر تسوي ناس فتنه، هذا يوم القيامه ما راح يعني يترجع ولا بالدنيا، ما راح يخوفك لا بالنيته ولا اخرته، يعني انت ليش قاعد تزلق وايرات؟ ليش قاعد تحرق بين جمهور وجمهور وشعب؟ خلاص كيف ريحوا، ما عليكم شغل بالناس اللي قاعد تطلع سلبيات وتسولف، وانتو كله منكم يروحون حق خلود امين كله منكم، ولا يروحون حق فرح عقيل والله كله منكم، جمهور هذا يروح حق هني وجمهور حبيبي، خلاص خل الخلق للخالق، سلام عليكم، ما صار شيء، كل شيء صار مكتوب، وكل شيء حب يمين ما يزعل من كلامي وما يزعل من وجهة نظري، انا اللي قلت الحق بوجهة نظري، انا يمكن وجهة نظري غيري غلط، مجرد وجهة نظر لا اكثر ولا اقل، صراحه اعطي اتمنى انكم ما تزعلون، عسى الله يوفق الكل ويهدي الكل.